ونتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب نجم مصر ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. بناء على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي وإعلان النادي وفقا لما جاء في اللائحة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لانعقاد الجمعية العادية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 23/11/2018 ولعدم اكتمال النصاب القانوني تم تحديد السبت اليوم الموافق 24/11/2018 اجتماعا اخر وفقا لما سبق اعلانه من النهي. وقد تم البدء في تسجيل الحاضرين من الساده اعضاء الجمعيه العموميه من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 7 مساء وقت غلق باب التسجيل، وحيث اصبر حصر عدد الحاضرين من الساده اعضاء الجمعيه العموميه 2771 عضوا من اجمالي عدد اعضاء الجمعيه العموميه المسجلين بالكشوف، وعددهم 164936. ووفقا لنص الماده 41 من لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي والتي اوجبت لصحه انعقاد الاجتماع الاخر الجمعية العمومية حضور 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يحق لهم حضور الحضور أو 5000 عضو أيهما أقل. ولما كان عدد الحاضرين أقل من العدد الذي يصح به انعقاد الجمعية العمومية العادية، وبالتالي فإننا نعلن عدم اكتمال نصاب القانون لصحة انعقاد الجمعية العمومية. في الختام نشكر السادة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي الأهلي على حسن تعاونهم الصادق معنا وحسن التنظيم مع تمنياتنا بالشفاء.